مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في فيديو رقم 5 ديال المات اللي غادي نشوفوا فيه تتمه ديال التصحيح ديال المباراه ديال طنجه 2019. ومن بعد ما غادي نسالي هذا التصحيح ديال المباراه ديال طنجه غادي نوريكم لا ميثود ديال بيوش ولا طريقه بيوش بور لا ريزوليوشن سامبل ديال لي انتغرال اللي كيكون فيهم لا فونكسيون x كوسينوس سينوس. دونك غادي نشوفوا دونك تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. عندي لا كيسيون 1 في طنجة العام فايت عطاونهم سوا اف اون فونكسيون بولينوم ديفيني سور ار بار، يعني عطاولهم واحد الفونكسيون داله حدوديه معرفه ب ا اكس على بويسون 3 زائد بي اكس او كاري زائد سي اكس زائد دي مع دي و سي و بي و ا سون دي كونستانت اللي نقدروا نبدلوهم ا شاك فوا افيك ا ديفيرونت زيرو. صافي دونك ا ديفيرونت زيرو سي 1 اي لا كورب ريبريزونتاتيف دون ان روبير اوتونورم، يعني سي 1 هي الرسم المبياني ديال هاد الداله هادي. دونك البروبوزيسيون الاولى شنو عطاونا اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك ديفيني سور ار، قال لك هاد الداله كتقبل داله عكسيه معرفه على ار، يعني باش نقول داله عكسيه يعني خصها فيها الحساب. قلت لكم دائما بانني كندوز كنقرا اقتراحات كاملين والحاجه اللي فيها الحساب كنخليها الاولى، يعني باش تكون داله ريسيبروك خصني نبينها كونتيني ومونوتون يعني فيها الخدمه. نمشي لبي سي 1 ادمي ان اكس دو سيميتري، عاوتاني ان اكس دو سيميتري خصني نحسب اف ديال 2 ا موان اكس نبينو كيساوي اف دو اكس، يعني تاهي فيها الحساب خليها. دونك نمشيو للسي سي 1 كوب لاكس دي زابسيس اون 3 بوان، يعني الا كان سي باغ اكزومبل هو الرسم المبياني قال لك اسيدي بان هاد السي هذا الرسم المبياني كيقطع لاكس دي زابسيس يعني محور الافاصيل 3 بوان، يعني شنو اوترومون دي كو لا غولاس ليكواسيون اف دو اكس تيغال ا زيرو ادمي 3 سوليسيون. ولكن هادي نورمالمون ديريكتومون غالطه، علاش؟ لان انا عندي اف دو اكس قلنا باش كتكون عندنا واحد البولينوم حدوديه الدوغري ديالها 3 في اول فيديو قلت لكم في الماط بانه كتقبل او بلس 3 سوليسيون في ار، وقلت لكم كتقبل اكزاكتومون 3 سوليسيون في سي. دابا حنا كنهضروا على ار هنايا لان هادي ديفينيسيون ار، دونك هنايا قالوا لي الى ادمي 3 سوليسيون فوالا فين هي 3 بوان، دونك هاد ريلاسيون اف دو اكس تيغال ا زيرو خصها تكون كتقبل 3 ديال لي سوليسيون في ار. نورمالمون حنايا هاد ا غلط هاد البروبوزيسيون لان ا و بي و سي و دي سون دي كونستانت اللي كيتبدلوا، لان باغ اكزومبل انا نقدر ناخذ فواحد الحاله ا كتساوي 1 دونك على بيسونس 3 بي كتساوي 2 اكس او كاري و سي كتساوي 0 و دي ناخذها كتساوي 1، هادي باغ اكزومبل يقدروا هنا يخرجوا لي 3 سوليسيون. ولكن باش ناخذ انا اف دو اكس كتساوي في ا ناخذ موان زان موان اكس 3 بي غادي ناخذ 0 دونك سي غادي ناخذ 1 بلس اكس و دي غادي نقول موان زان غادي يخرج لي 2 سوليسيون. يعني هاد السوليسيون هاد ليكواسيون هادي اف دو اكس تيغال ا زيرو ديبون ديال هاد ا و بي و سي، دونك راه هادي ما نقدروش نقولوا بانها ادمي يعني 3 اف دو اكس تيغال ا زيرو ادمي 3 سوليسيون، يعني هاد السي حتى هي غالطه. دونك اف ادمي اون فالور ماكسيمال، باش تكون واحد لا فونكسيون ادمي اون فالور ماكسيمال خصنا نبينو بان دونك فوالا نكتب لكم في شي ورقه احسن باش يبان لكم داكشي مزيان. باش تكون اف ادمي اون فالور ماكسيمال خصني نبين بان اف بريم دو اكس كتساوي 0، ومن بعد باش كنعمل انا اف بريم اكس كتساوي 0 راه يقدر يكون ماكسيمال يقدر يكون مينيمال. دونك باش تكون ماكسيمال فالور ماكسيمال خصني اف سكوند تكون كبر من 0، صافي هادي مينيمال فالور مينيمال عفوا، وهنا اف سكوند صغر من 0 هادي فالور ماكسيمال، صافي. دونك هنايا كنقول بان عندي هنايا فالور ماكسيمال وهنايا عندي فالور مينيمال، صافي. وفي الحاله ديال نقطه انعطاف يعني غادي نزيدها لكم، دونك خص اف سكوند كتحسبها خصها تكون كتساوي 0 وتكون يعني الاشاره مثلا عندك اف سكوند هنايا تكون كتبدل الاشاره في هذا البوان اكس 0 اللي كتنعدم فيه هذا اف سكوند، دونك هنايا خص تكون بلس باغ اكزومبل وهنا موان، صافي. دونك هنايا هذه عاوتاني حتى هي خصها حساب، خصك تبقى تبين اف سكوند وتحسب اف سكوند هذا ما فالور ماكسيمال. دابا غادي نمشي لاو او قال لك ليكواسيون اف دو اكس تيغال ا 0 ادمي او موان اون سوليسيون ريال، قالك بان هاد ليكواسيون هادي ادمي او موان اون سوليسيون ريال، يعني باش تعرف نتايا ادمي او موان اون سوليسيون ريال
غادي نمشي وغادي نورمالمون يعني خصها تكون او موان كدوز لي بحال هكا، دوز لي او موان من هذا المحور الافاصيل صافي كلكو سوا داك او بي وسي. يعني شنو غادي نعملو في هذه الحاله؟ غادي نمشيو نعملو واحد الحساب بسيط، غادي نشوف الكومبورتمون ديال هاد الفونكسيون في بلوس لانفيني والكومبورتمون ديال هاد لا فونكسيون في موان لانفيني. الا خرجت لي ليميت ديال هاد الفونكسيون في بلوس لانفيني خرج لي مثلا بلوس لانفيني وفي موان لانفيني خرج لي موان لانفيني، انا يعني راها اوبليغاتوارمون غادي تدوز لي عند اون سوليسيون او موان اون سوليسيون. يعني تقدر تمشي لي هكا، تقدر تمشي هكا وترجع ومن بعد عاوتاني يطلع لي بلوس لانفيني. يعني تقدر تكون عندها 3 سوليسيون 4 5 ولكن او موان اون سوليسيون غيال يا راه كاينه فيريفي. دونك غادي نمشي نحسب هنا لا ليميت ديال اف دو اكس طون اكس طون فير بلوس لانفيني شحال كيساوي. دونك غادي نجي نشوف هنايا، دونك كتاخذ هي ا على اكس على بويسونس 3 كتعوض بلوس لانفيني باش كتكون عندك داله حدوديه، كتاخذ الاس اللي كبير كتخدم عليه. دونك بلوس لانفيني، دونك بما ان ا راه ديفيرونت صيرو دونك كتعطيك بلوس لانفيني. والليميت ديال اكس ديال طون فير موان لانفيني ديال اف دو اكس دونك كتخدم على ا اكس طر لا بويسونس 3 كتعطيك موان لانفيني. دونك ليميت ديال هاد لا فونكسيون موان لانفيني هو موان لانفيني، وليميت ديالها في بلوس لانفيني هو بلوس لانفيني. يعني حتما غادي دوز لي او موان واحد المره من هاد لاكس دي زابسيس. دونك اف دو اكس تيغال ا زيرو ادمي او موان اون سوليسيون غيال. دونك هذا هو الجواب الصحيح. كيف ما كتلاحظوا ان هاد السؤال هذا كيمتص المجهود من التلاميذ، يعني قليل اللي غادي تجبروا عمل كيف ما عملت دابا انا مشى فيري في كل وحده هذه فيها الخدمه خليها. غتجبر الاغلبيه يبداو بهاد ا وضيعوا الوقت في ا مشاو بينوها بينوا كونتينيو مونوطون نحسبوا داك حلوا داك ليكواسيون اي تيغال اف دو اكس، عاوتاني مشاو للسي ادمي انك سيميتري فيريفي داك الغولاسيون، عاوتاني رجع لاكس دي زابسيس 3 بوين. دونك ضيعتي الوقت كتبر راسك ضيعتي في كاستيون واحده ربع ساعه وهادشي غير معقول. دونك دابا نمشيو للكاستيون اللي موراها، هي الكاستيون جوج قال لك اوتور دي نومبر اي لور اونصومبل بقى عطينا دي بروبوزيسيون حنا غادي نقراو ونشوفوا شكون اللي صحيح. صافي الا بانت لك شي وحده صحيحه دغيا كتصافي كتكوشيها وكتمشي بحال زيرو لا بويسونس زيرو كتساوي واحد. لا غلط، لان حنا كنعرفوا زيرو لا بويسونس زيرو هو شكل غير محدد دونك غلط. دابا اكسبونونسييل اي بي ايت ان نومبر اونتي غولاتيف. اكسبونونسييل اي بي يعني شنو هو نومبر اونتي غولاتيف؟ هو عدد صحيح نسبي، يعني كي فيه يعني عدد صحيح النسبيه هي زيرو 1 2 وهنايا كاين موان زان موان 2 صافي. دونك كنعرفوا اكسبونونسييل اي بي، اكسبونونسييل اي بي كيساوي ديريكتومون هو موان زان صافي. الناس اللي ما عرفوش اكسبونونسييل اي بي كتب هي كوسينوس ديال بي زائد اي سينوس ديال بي، كوسينوس ديال بي غادي تعطيك موان زان والسينوس راه كيعطيك زيرو دونك كتبقى لك موان زان. دونك موان زان راه هو عدد صحيح نسبي دونك اونتي غولاتيف دونك ديريكتومون بي هي الجواب الصحيح. الكيسيون 4 عطاونا اون كونسيدير هاد لا فونكسيون جي دو اكس كتساوي اكسبونونسييل دي اكس على اكسبونونسييل 2x موان 1. قال لك سي 2 سا كورب ريبريزونطاتيف دون ان روبير اورتونورمي. البروبوزيسيون الاولى جي اي ديفيني سور ار ناقص موان 1 او 1. شنو هو الدومين ديفينيسيون هاد لا فونكسيون؟ هادي هاد لا فونكسيون باش تكون ديفيني خصها اكسبونونسييل 2x موان 1 خصو يكون ديفيرون زيرو. يعني هنا هاد اكسبونونسييل 2 اكس خصها تكون ديفيرون ديال واحد، يعني اكس خصها تكون ديفيرون زيرو. يعني هاد لا فونكسيون ديالي راه باينه ديفيني سور ار ايطوال صافي، ار كتحيد منها الزيرو دونك هادي غلطه. جي اي اون فونكسيون امبير، باش كتعرف واحد فونكسيون واش امبير ولا لا شنو قلنا خصنا نمشيو نحسبو؟ غادي نمشيو نحسبو جي دو اكس زائد جي ديال موان اكس وتشوف الا خرجت لك جوج ديال جي دو اكس راه هي بير، الا خرجت لك زيرو راه امبير. دونك فيها الحساب خليها مزيان. دابا نمشيو للالين ديال اكسبونونسييل اكس زائد واحد اكسبونونسييل اكس موان 1 ليكسبرسيون دون بريميتيف دو جي. يعني هادي بريميتيف دو جي، يعني خصني نمشي نديريفيها ونبينها كتعطيني هادي. دونك فيها الحساب مزيان. جي استريكتومون بوزيتيف سور لونسومبل دو ديفينيسيون، يعني جي راها بوزيتيف كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار ايطوال. ولكن هنا راه كاين غلط، علاش؟ لان كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار ايطوال هنا راه نقدر اكسبونونسييل دو اكس اصلا عندي راه بوزيتيف سوغ ار كامله، ولكن هنايا بور هادي عندي خصها تكون عاوتاني 2 اكس موان 1 خصها تكون اكبر قطعا من هنايا شنو عطاوني استريكتومون بوزيتيف، يعني خصها تكون هاد اكسبونونسييل اكس موان 1 اكبر قطعا من صفر. ملي غادي تعمل ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون غادي تجيك 2 اكس اكبر قطعا من 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 دونك من
الالين هو واحد هي زيرو دونك اكس اكبر قطعا من زيرو دونك غير من فوقاش كتكون هاد لا فونكسيون بوزيتيف ملي كتكون اكس اكبر قطعا من زيرو مثلا الا خديتي هنا اكس كيساوي موان زا غتعطيك او ديال موان دو ناقص واحد راه غادي تكون نيجاتيف دونك هادي راه غلطه صافي دونك هادي غلطه وهادي غلطه بقات لنا هادي راه فيها الحساب قلنا وهادي فيها الحساب غادي نشوف اخر وحده قال لك سي دو ادمي ان اسيمبتوت يعني هذا مقارب موازي الاكس دي زابسيس او فوازيناج بلس لانفيني يعني هنايا سي دو هاد لا كورب ديال هاد لا فونكسيون كتقبل لي واحد المقارب موازي المحور ديال الافاصيل في فوازيناج ديال بلس لانفيني يعني هنايا خصنا نعرفوا الدرس ديال الفروع اللانهائيه يعني الناس اللي ما عارفينش الفروع اللانهائيه غادي نعمل لكم رابيل باش كتكون لا ليميت ديالي طون اكس طون فيغ ا بلس ولا ا موان ديال واحد لا فونكسيون كيساوي بلس لانفيني ولا موان لانفيني هنا كنقول بان هاد لا فونكسيون ادمين اسيمبتوت ديكواسيون اكس كتساوي ا يعني مقارب ديال المعادله اكس كتساوي ا يعني في هاد البوان هذا ا دونك هاد لا فونكسيون كتمشي لبلس لانفيني كدير بحال هكا دونك عندي انا ا ها هو هنايا كتعمل هاد المستقيم اكس تيغال ا دونك في هذا البوان هذا الفونكسيون كتمشي لي بلس لانفيني ولا موان لانفيني على حسب صافي دونك هنايا في ليميت ملي كنعمل اكس كتمشي بلس لانفيني ولا موان لانفيني اف دو اكس كتعطيني بي هنا اسيمبتوت ديكواسيون ايغريك تيغال بي مقارب ديال المعادله ايغريك تيغال بي دونك يكون عندي مقارب هاد المره كيكون في هاد في هاد الاتجاه هذا في الاتجاه المعاكس دونك في هاد الاتجاه صافي دونك دابا ملي غادي نحسب لا ليميت ديال اكس كتمشي بلس لانفيني ولا موان لانفيني غادي يعطيني بلس ولا موان لانفيني كنمشي نحسب ليميت ديال اكس كتمشي بلس لانفيني ولا موان لانفيني اف اكس على اكس الا عطاتني بلس ولا موان لانفيني كنقول هذا بارابول دو ديريكسيون هو لاكس دي زوردوني يعني فرع سل جامي اتجاهه محور الاراتيب يعني هو محور الاراتيب كيكون عندك فرع سل جامي بحال هاد الاتجاه صافي دونك هنايا ملي كتكون لا ليميت اكس كتمشي بلس ولا موان لانفيني اف اكس على اكس كتساوي زيرو هنا بارابول يعني فرع سل جامي ديريكسيون ديالو هو لاكس دي زابسيس محور الافاصيل يعني ها هو محور الافاصيل هكا كيكون الفرع السل جامي ديالك صافي اتجاهه محور الافاصيل ملي كنقول ليميت ديال اكس دي اف اكس سور اكس كتساوي لي ا والليميت ديال اكس كتمشي بلس لانفيني ولا موان لانفيني اف اكس موان ا اكس كتساوي بلس او موان لانفيني هنا كنقول بان عندي بارابول ديريكسيون ديالو دي هو ايغريك كتساوي ا اكس يعني فرع السل جامي اتجاه المستقيم ديال المعادله ا اكس دونك ها هو المستقيم ديال المعادله ا اكس وكيكون فرع السل جامي عندك بحال هكا صافي مزيان هنايا الا كانت عندك هاد لا ليميت هادي هاد النجمه كتساوي لك ماشي بلس لانفيني ولا لانفيني بي كتعمل ايغري كتساوي ا اكس بلس بي دونك كيكون لك ا اكس بلس بي بحال هكا وكتعمل فرع سل جامي ديالو دابا الحاله الاخيره هي كانت عندك لا ليميت اكس بلس لانفيني ديال اف اكس موان ا اكس بلس بي كيساوي زيرو هنا غالبا كيطرحوا لينا السؤال ملي كيقول لك فيريفي بان واحد المستقيم هو مقارب هو يعني مقارب مائل لهاد الداله بلس لانفيني ولا موان لانفيني يعني كتعمل ليميت ديال اف اكس موان ا اكس بلس بي كتساوي زيرو يعني سي اف ادمي اسيمبتوت اوبليك ديكواسيون ايغريك كتساوي اكس بي واسيمبتوت اوبليك هو مقارب مائل دونك هنايا في هذه الحاله شنو قلنا سيدو ادمي اون اسيمبتوت باراليل الاكس دي زابسيس يعني باش يكون انا عندي اسيمبتوت باراليل الاكس دي زابسيس يعني خصني ها هو اسيمبتوت باراليل فين كيكون لاسيمبتوت باراليل لاكس دي زابسيس هو هذا هو ايغريك كتساوي بي يعني خصني نبين بان لا ليميت ديالي طون اكس طون فير بلس لانفيني في هذه الحاله كتساوي لي واحد بي دونك غادي نمشي نحسب دونك غادي نحسب لا ليميت x طون فير بلس لانفيني ديال جي دو x دونك هي لا ليميت طون ك x طون فير بلس لانفيني اكسبونونسييل ديال x غادي نعمل اكسبونونسييل جوج x لتحت صافي دونك كتبقى لي اكسبونونسييل جوج x عامل واحد ناقص اكسبونونسييل واحد على اكسبونونسييل جوج x وغادي نعوض في بلس لانفيني غادي تمشي لواحد اكسبونونسييل x مع واحد اكسبونونسييل x دونك غادي تبقى لي لا ليميت بلس لانفيني ديال تمشي زيرو وهادي غادي تبقى لي بلس لانفيني في واحد بلس لانفيني واحد على بلس لانفيني كتعطيني زيرو يعني هنايا شنو هنايا كنقدروا نقولوا بان المستقيم ديال المعادله ايغريك كتساوي زيرو هو مقارب للداله في بلس لانفيني يعني ايغريك كتساوي زيرو راها باراليل لاكس دي زابسيس ها هو لاكس دي زابسيس ايغريك كتساوي زيرو كيكون كونفوندي كيكون فوق هاد لاكس دي زابسيس وكنعرفوا بان ماتيماتيكمون بارلون دو زاكس ولا دو دروات كونفوندي سون باراليل يعني جوج ديال المستقيمين منطابقين دونك راهما ديريكتومون متعاملين صافي دونك دابا غادي ندوزو لا ديرنيير كيسيون عطاونا لا سوم كيسيون 5 عطاونا لا سوم نحسبوا هاد لا سوم اس كتساوي 1 ناقص 1 على 2 زائد 1 على 4 ناقص 1 على 8 زائد 3 ديال لي بوين زائد 1 على 4096
باقي ان شاء الله غادي نعمل معكم واحد الفيديو خاص على لي صوم، ولكن لحد الان نتوما اللي خصكم تكونوا عارفينها بانه الى جات شي صوم اغلب الظن غادي يعطيوكم اما لا صوم شنو قريتو في الباك، قريتو لا صوم دين سويت اريثميتيك متتاليه حسابيه ودين سويت جيومتريك متتاليه هندسيه. دونك دائما فكروا بحال هكذا. دونك الا كتلاحظوا دابا نتوما على يد اس شنو كتكتب، كتلاحظ عدد واحد شنايا هي واحد على جوج على بويسونس زيرو، شنو موراها واحد ناقص واحد على جوج شنايا هي ناقص هي ناقص واحد على جوج على بويسونس واحد زائد شنايا دونك هاد واحد الاربعة هي ناقص واحد على جوج على بويسونس جوج زائد شنايا ديك ناقص على تمانية دونك هي ناقص واحد على جوج على بويسونس ثلاثة دونك هادي نكتب ناقص واحد على جوج. دونك هنايا بحال اللي عندي واحد المتتالية الهندسية للأساس ديالها هو ناقص واحد على جوج، ولكن مزيان دابا أنا خصني نعرف تالين ماسة. دونك هاد 4096 راه كتكتب على على شكل ديال جوج على بويسونس شي حاجة. دونك غادي نمشي نشوف أنايا شنو كنعرف جوج على بويسونس ثلاثة شنو كتساوي لي، كتساوي لي تمانية. ماشي غنبقى ماشي جوج على ثلاثة جوج على بويسونس ربعة جوج على بويسونس خمسة ديك الساعة تضيع الوقت. شوف جوج على بويسونس ثلاثة تمانية جوج على بويسونس ثلاثة كتساوي تمانية. دونك أنا غادي نشوف جوج هادي مضروبة في هادي دونك هي جوج على بويسونس ستة كنجمع الأستين دونك هي تمانية في تمانية كتساوي 64. دونك جوج على ستة كتساوي 64 دونك غنضرب جوج على بويسونس ستة في جوج على بويسونس ستة ونشوف إلا جاني فايت هاد العدد غادي نرجع صافي. دونك جوج على بويسونس 12 شنو غادي تعطيني 64 في 64 غادي تضربها تعطيك 4096. دونك هذا واحد على 4096 هي واحد على جوج على بويسونس 12. دونك هنا ديريكتومون غادي تمشي الحساب تحسب الحساب ديالك. دونك اس كتساوي لك دونك هادي قلنا ديريكتومون هي ناقص واحد على جوج على بويسونس 12. دونك هادي متتاليه هندسيه شنو لو تيرم الاول لو تيرم ديالي هو واحد لا صوم ديالها في واحد ناقص الاساس شنو هو ناقص واحد على جوج على بويسونس شنو لو ديرني تيرم عندي 12. دونك انا ما كتبت لكمش واحد الكتابه اصلا ديال لا صوم دونك لا صوم نقدروا نكتبوها على الشكل ديال مجموع لا صوم من الكا كتمشي زيرو حتى ل 12 ديال اس ديال موانزا على بويسونس جوج على بويسونس كا صافي. دونك هادي راه هي هادي. دونك الترم الاخر كيمشي لي 12 12 ناقص زيرو زائد واحد هي لا بويسونس 13 صافي. وغادي نقسمها على ياش على واحد ناقص واحد ناقص ناقص واحد على جوج دونك زائد واحد على جوج. دونك انا باش غادي نحسب الحساب ديالي غادي تجيني هادي دونك 3 على جوج دونك هي 3 على جوج غادي تطلع لي جوج على 3 مضروبه في واحد. هاد بما انك عندي الاس امبير غادي تجيني زائد واحد على جوج على بويسونس 13 صافي. دونك باش كنمشي نشوف لي بروبوزيسيون هي واحد على جوج على بويسونس 13 ولكن ما عنديش جوج على 3 عندي جوج. دونك هادي وهادي غلطه كتبقى لي اما هادي اما هادي واما اوتر. دونك انا شنو الحل نورمالمون هاد السؤال هذا يضيع لك الوقت بزاف لان ما خرجت لكش من ديبار كتساوي شي فورمول مزيانه. دونك غادي تبقى تحسب انا شنو اضطر تعمل غادي تحسب جوج على بويسونس 13 عارف بان جوج 12 هي 4096 غادي تزيد ضربها في جوج دونك باش تعطيك دونك كتعمل هي اس جوج على 3 جوج على بويسونس 13 هنا هي جوج على بويسونس 13 زائد واحد مقسومة على جوج على بويسونس 13 جوج على بويسونس 16 عطاك 8091 مقسومة على 8193 على جوج على 3 وغادي تقارنها مع هادي وغادي تقارنها مع هادي صافي. كتلاحظ بأن هنايا الفرق ما غاديش يكون كبير بزاف دو تقريبا كيساوي واحد دونك وجوج على 3 هي 0 شي حاجة دونك دونك جوج على 3 راه تقريبا كتعطيك 0.6 دونك هادي تقريبا نعتبروها واحد دونك هادي 0.6 يعني هادي هي اللي غتعطيك تقريبا 0.6 لان هادي جوج على 8 تقريبا هنا راه عندك 0.25 دونك هادي راه 0.6 دونك غالبا غادي تكون هادي خصك تزيد تحسب الكالكول ديالك تعمل القسمه غادي تمشي على هادي احسن من اوتر كتبان لي انا. دونك هادي راه فيها تضيع لك شويه الوقت ولكن برانسيب الخدمه ديالها هكا كتخدم. دابا غادي نشوفوا القاعده ديال بيوش من بعد ما سالينا الامتحان ديال طنجه لو كالكول دو لانتيغرال ديال واحد لا فونكسيون اف دو كوس دو اكس سين اكس تي دي اكس او اف ايت اون فونكسيون راسيونيل يعني خصك يكون فيها الجذر سي فيكسيو بار لو شانجمون دو فاريابل اوميغا اكس تيغال اف دو اكس دي دي اكس اون بوزون تي اما كتبوزي تي كتساوي كوس اكس الا كانت دبليو دو موان اكس كتساوي دبليو دو اكس ودبليو هي اف دو اكس و تي كتساوي سينوس اكس الا كانت دبليو ولا اوميغا ديال بي موان اكس كتساوي اوميغا دو اكس و تي كتساوي طنجون اكس الا كانت اوميغا كتساوي بي بلس اكس كتساوي اوميغا دو اكس. نعطيكم مثال هنايا دونك ها هي هادي هي اف دو اكس ديالها هي اف دو اكس مالها
C'est une fonction rationnelle. Elle est rationnelle ou elle est en fonction du sinus et du cosinus. مزيان دونك شنو غادي نعمل هنايا اما غادي نبوزي عندي دو شوا قبل ما نمشي نبوزي ونستعمل هاد الميثود بيورج دائما ما تعقدوش الامور نمشي للميثود الساهله هي لا ميثود ايزويل دابا بار اكزومبل الى رجعتو معايا في في الفيديو اللي قبل كنت عملت لكم هاد الانتيغرال هذا ولكن علاش ما عملتي بيورج لان مشيت في الاول عملت لا ميثود ايزويل عندي بان كوسينوس او كاري كتساوي هادي وصافي وخدمت عادي وخرجت لي ما عقدتش الامور حتى لما كانت شي خرجت لي غير كنت غادي نفكر في بيورج ياك هنايا راه كنت عملت واحد الغلط نسيت عفوا دونك هنايا راه سينوس او كاري ديال 2 اكس زائد كوسينوس او كاري ديال 2 اكس لان شحال من واحد كيسولني كيقول لي كيفاش اختزلتي هادي اكس وهادي مع 2 اكس دونك هادي كوسينوس واحد عملت لي سينوس او كاري ديال 2 اكس زائد كوسينوس او كاري ديال 2 اكس صافي دونك هنايا هادي خرجت لي عاديه يوزوال سينو الا ما كانتش خرجت عاديه كنت غادي نمشي نعمل البيوس دائما ما تعقدوش الامور وتبداو من الاول بالبيوس دونك هنايا هادي ملي غادي نمشي نخدم ميثود ايزويل شنو غادي تبان لي الميثود ايزويل اللي تقدر تخرج بها غادي نعمل اي كتساوي شنو هاد السينوس على بويسونس 3 غادي نفرق انا من السينوس دو اكس مضروبه في سينوس او كاري دو اكس والسينوس او كاري دو اكس هي 1 موان كوسينوس او كاري دو اكس مزيان دي اكس على 1 زائد كوسينوس دو اكس كلشي او كاري صافي دونك انا غادي نعمل اي اي كتساوي سينوس دو اكس وهاد 1 موان كوسينوس دو اكس هي 1 موان كوس مضروبه في 1 بليس كوس واحد 1 بليس كوس غتمشي دونك غادي تبقى لي 1 بليس كوسينوس دو اكس مقسومه على 1 بليس كوسينوس دو اكس مزيان بحال هكا كتبقى دونك لانتيغرال دونك كتساوي لانتيغرال غادي نفرق دونك سينوس دو اكس على 1 بليس كوسينوس دو اكس هنايا زائد اش بقى لي سينوس دو اكس في كوس دو اكس على 1 زائد كوسينوس دو اكس هادي باينه الصراحه نقدر نخرجها لان كنعرف هاد السينوس ديال اكس غادي نعمل هنا موان ونعمل هنا موان سينوس دو اكس هادي هي كوسينوس بريم دو اكس هي 1 بلس كوسينوس دونك هادي الالين غادي تكون هي 1 بلس كوسينوس دو اكس كلشي بريم هي دونك الداله الاصليه ديال الالين ولكن هنا غادي نجبر مشكله علاش لان شنو كنعرف انا سينوس دو اكس كوسينوس دو اكس كنعرف بان سينوس ديال 2 اكس كتساوي 2 كوسينوس دو اكس سينوس دو اكس ياك دونك الا عوتنا كوسينوس دو اكس سينوس دو اكس غادي تعطيني هي سينوس ديال 2 اكس سور 2 دونك هادي سينوس ديال 2 اكس غادي تعطيك هنا تبقى لك هي سينوس ديال 2 اكس سور 2 دونك 2 عامل 1 بلس كوسينوس دو اكس انا ما نقدرش نعمل شي طريقه لان علاش انا عندي اكس هنا 2 اكس دونك امبوسيبل فهمتي دونك هنا كنتبلوكا هذا علاش نستعملوا الطريقه ديال بيوش حسن دونك برينسيپ واش تخدم ميثود ايزويل عادي لان بارفو التلميذ شنو كيشوف شي انتغرال كيتدهشر كيقول هذا صعيب هو كيتخرج بطريقه سهله راه غير عمل شي فانت صغيره وغادي تخرج لك الانتغرال ولكن هو كيبقى يفكر غادي نعمل شونجمون دو فاريابل غادي نعمل ميثود بيوش اكسيتيرا دونك نبدا بالاول في الطريقه اللي ايزويل الا شفت القضيه ما سلكاش كنمشي لي شونجمون دو فاريابل وكنعمل لي بيوش اكسيتيرا دونك هنا اي كتساوي لانتيغرال سينوس على بويسونس 3 اكس 1 زائد كوسينوس اكس او كار دونك اجي نحلوا هذه الانتيغرال هذا دابا شنو قالت لك بيوس بيوس كيقول لي غادي نعوض الطيب كوسينوس اكس الى كانت هاد لا فونكسيون اف ديال ناقص اكس كتساوي اف دو اكس وهاد اف دو اكس راه هي هادي ومضروبه في ديد اكس دونك غادي نشوف انايا نحسب اوميغا ديال موان اكس شنو كتساوي هي سينوس على بويسونس 3 موان اكس مقسوم على 1 زائد كوسينوس ديال موان اكس او كاري في ديد موان اكس دونك هي تخرج لي الموان دونك هي ديد اكس وتخرج لي واحد الموان وكنعرف بان سينوس امبير غادي يخرج لي هاد الموان دونك غتخرج لي بلس وهذا بير غادي يبقى لي كوسينوس دي اكس هو كوسينوس موان اكس دونك اوميغا دو اكس اوميغا دو موان اكس كتساوي لي اوميغا دو اكس دونك هنايا غنقدر نبوزي بان تي كتساوي كوسينوس دو اكس دونك غادي نمشي نبوزي بان تي كتساوي كوسينوس دو اكس دونك كنجي كنحط هاهي تي كتساوي كوسينوس دو اكس دونك ديد اكس كيفاش كنحسب ديد اكس كنجي كنديريفي دي تي بارابور ديد اكس دونك دي تي بارابور ديد اكس شنو كتساوي ديريفي دي بارابور اكس دونك غادي تبقى لك موان سينوس دو اكس ومن بعد كنعمل دي تي كنديد ديد اكس للجهه اخرى دونك هي موان سينوس دو اكس ديد اكس صافي دونك دي تي كتساوي موان سينوس اكس ديد اكس وكيفاش دابا الحاجه الثانيه ها هي دابا الكوسينوس غادي نعوضها بالتي والسينوس باش غادي نعوضها واحد
دابا هاد السينوس على بويسونس 3 خصني نعوضها بالتي بشي حاجه بالتي دونك خصني نشوفها ونعمل ليكسبريسيون ديالها اون فونكسيون كوسينوس. دابا ملي غادي نجي هنايا غادي نعمل اي كتساوي شنو هي السينوس او كاري ياك ديال اكس في السينوس دي اكس في الدي دي اكس على واحد زائد كوسينوس 2 اكس. هنا كلشي او كاري هادي غادي نعوض هادي غادي نقدر نعوضها بالتي هادي هادي فادي غادي نعمل موان هنايا موان موان دونك هي هادي هادي هي دي تي ها هي لان موان سينوس دي اكس والسينوس او كاري خصني نشوفها اون فونكسيون دو كوسينوس دونك سينوس او كاري دو اكس كتساوي 1 موان كوسينوس او كاري دو اكس صافي دونك سينوس او كاري دو اكس باش نعوضها نعوضها هي 1 موان تي او كاري دونك اي شنو غادي تساوي لي ناقص الانتيغرال ديال 1 موان تي او كاري اها فهادي قلنا موان مع سينوس دونك هي دي تي سور 1 بلس تي كلشي او كاري. كاين واحد القضيه ديال البورن دانتيغرال هاد الانتيغرال توصلت من واحد التلميذ نسيت لي بورن دانتيغرال جو بونس كان 0 بي سور 4 خصني دابا نبدل لي بور هنايا دونك عندي اكس كانت 0 كانت 0 دونك كوسينوس 0 هو 1 دونك من 1 كتمشي سلاين من بي سور 4 دونك كوسينوس بي سور 4 هي جذر 2 على 2 دونك جذر 2 على 2 يمكن نكون غلطت في لي بورن المهم هذا هو البرينسيپ خصك تشونجي ديك لي بورن ديالك دونك هنايا اي كتساوي انا عملت تي او كاري موان زان اها الانتيغرال ديال 1 بلس تي كلشي او كاري تي او كاري موان زان دونك هي تي موان زان في تي بلس 1 دونك شنو كتبقى لي غتبقى لي الانتيغرال ديال تي موان زان على تي بلس 1 دونك شنو غادي نعمل هنايا غادي نزيد واحد وغادي ننقص واحد صافي هنا دي تي راه نسيت دي تي دي تي غادي نزيد واحد وغادي ننقص واحد دونك كتبقى لي اي كتساوي الانتيغرال ديال تي بلس 1 هادي مع هادي دونك تي بلس 1 تي بلس 1 مقسومه على تي ناقص 2 دونك هي تي بلس 1 مقسومه على 2 تي بلس 1 دونك هي كتساوي الانتيغرال ديال 1 ناقص 2 على تي بلس 1 صافي وهادي تخرج لك بالالان دونك الداله الاصليه ديال هادي دونك هادي هي اكس دونك اكس موان الالان فوالا دونك هادي هي الالان موان جوج الالان ديال تي بلس صافي دونك هادي الداله الاصليه وكتشوف لي بورن ديالك صافي ديك لي بورن راه متاكدش منهم دونك هادي هي لا ميثود صافي دونك راه نورمالمون فداك الفيديو الاول هادي راه نقدر نخدمها ببيوش ولكن هنا شنو المشكل في بيوش الا مشيت انا علاش ما خدمتهاش بيوش لان باش غادي تمشي تعمل هاد اوميغا باش تمشي تعوض انا بالتي كتساوي كوسين دبليو في موان اكس كتساوي دبليو في اكس كاع ما عطاتنيش وهاد بي موان اكس عوضت ما عطاتنيش دبليو في اكس ولكن باش كتعوض دبليو في بي بلس اكس كتعطيك دبليو في اكس يعني خصك تخدم بالطونجونت التي كتساوي الطونجونت ديال اكس ولكن هنا كاين صعوبه علاش باش كتخدم بهاد تي كتساوي طونجونت اكس خصك تكون عارف الطونجونت شنو كيساوي اون فونكسيون ديال الكوسينوس باش كتحول من هاد لي كوسينوس والسينوس اللي عندك كتحول بالطونجونت وكترومبلاسي بالتي وكاين ديك لي رولاسيون صعابين شويه وخصك تحفظهم هاد العلاقات اللي كتحتاجهم هادو خصك تعرف ان الكوسينوس ديال اكس كيساوي 1 ناقص طونجونت او كاري ديال اكس على 2 مقسوم على 1 زائد طونجونت او كاري ديال الفا ديال اكس سور 2 صافي وبان السينوس ديال اكس كتساوي 2 طونجونت ديال اكس سور 2 مقسومه على 1 زائد طونجونت او كاري ديال اكس سور 2 باقي ان شاء الله نزيد نخدم معكم دي زانتيغرال في لي ريغل ديال بيوش والى فيديو قادم ان شاء الله.